صعيبة في المقابلة هذه ما تكون صعيبة خاصة من ناحية الأنية بالنسبة لفارس المغرب. قد تشوف معناتها المقابلة هذه تنجم جيكور ولا اثنين في المقابلة تنجم معناتها تكون ماكش حاضر لقدر لا تقبل هدف. مين تساوي إن شاء الله الأولاد قدرة ربي المهاجمين إن شاء الله باش يكونوا قادرين كيما إذا سجلونا هدف ولا اثنين في أول مقابلة باش تسهل علينا إن شاء الله. على شنو ركز ماهر بوندون توت لا سمان هذيا في لونترينمون؟ شنو الحاجة ركز عليها أكثر حاجة بارابور الكلام معاكم الديسكسيون وتو سا؟ والله قبل كل شيء ما حاولناش نكبروا الماتش على الواحد كي يوم قبلش نسعروا الحاجة ما أنت نسيت عليها سبعة هو قال الكونسنتراسيون خذ المقابلة تجمع الكبير تاع المقابلة هو الكونسنتراسيون تقدر تربي إذا نحن ركزين كمان هذا تقدر تربي حتى كيف